أيضا المتأهل الثاني لمعلم البلد القديم الشاعر فهد حمد الطريسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر قناة الساحة تمثلتي الأستاذ ناصر قحطاني على تحت فرصة، وأرحب بالشاعر نايف سليمان الطريسي وصاحبه الكريم. وبالنسبة للقصيدة أقول: يا هاجسي مالك عذر دون واجبك، دام الرجال وقوفها من شيمها، أنت عليك مواجهة الحبك والسبك، وأنا علي أصوغها وأحكمها، واليا وقفت أقف وأحقق مطالبك ولو تجيني فرصتي اغتنمها، واليا وقفت أقف وأحقق مطالبك ومنو تجي له فرصة يغتنمها، ولا لا يكمل حضوري تجربك قد ما الرجال اللي ما يفنى كرمها، اللي بسمعهم قصيد يناسبك وعنوانه الرياضة القصيم وهرمها، الديره اللي من جدودك تقربك وتعيشك حلوة الحياة وطعمها، أبوابها من بني أهلها وتعجبك واسم القطيعة والشمال يسهمها، وبوابة القبلة لها رسم يطربك ويمديك بعزومة رجاله وهممها، والجامع المعمور بالدين يندبك ويذكرك بأهل التراث وذممها، ومعيشة تخبرك في وقت شايبك وتدرك وتعرف صحة من عدمها، ومجالس الأسواق ترفع مكاسبك وتسعى العز ضيوفها وتحشمها، ومن سورك الشامخ ومبنى مراقبك أجيالنا حفظ التراث خدمها، واليوم عنوان الحضارة ومواكبك في وقت أبو متعب بعهده رسمها وظفة، واليوم عنوان الحضارة ومواكبك في وقت أبو متعب بعهده رسمها وظفة، وصفى طال عمره مشاربك لين اعتلت في قمة من قممها، وارسى على وجه البسيطة مراكبك ومعالم طول المدى ما هدمها، وخلت وريخ الحضارات تكتبك بالدولة اللي رمزها من علمها، وارسى على وجه البسيطة مراكبك ومعالم طول المدى ما هدمها، وخلت وريخ الحضارات تكتبك بالدولة اللي رمزها في علمها، واللي بقى بيت كتبته يخاطبك بأغلى قصيدة قلتها واختتمها، ما ينتصر من حاول انه يحاربك يا دولتن، كل الدول تحترمه. سلام. يعطيك العافية، صح لسانك. ايضا راح تقدم لك هدية في اخر الحلقة من سلطان الطيب للعود والعطور الخاصة، وكذلك ستدخل ضمن المنافسة بجائزة السيارة في حلقة الختام.